صباح الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهوا. بنرحب بيكم معانا النهارده، والنهارده وزي كل يوم احنا دايما بنقدم كل ما يهم الشباب. احنا دايما من خلال حلقاتنا بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري، دايما بنحب نديهم فرصه من خلال برنامجنا ان هم يعرضوا مواهبهم المختلفه. الحقيقه شبابنا شباب مصر عندهم مواهب مختلفه كتير جدا متميزين، احنا من خلال برنامجنا بنعرض مواهبهم دي. النهارده برده معايا نماذج من الشباب دول، هم موهوبين في الفن، في المسرح، في التمثيل، في الاخراج، في الكتابة. هم معايا النهاردة برضو، هنستمتع بيهم وهنستمتع بأعمالهم. لكن قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة نطلع لفاصل الأول ونرجع تاني مرة تانية. وإحنا دلوقتي هنشوف تقرير عن كيف ننمي المواهب الشبابية. مهم جدا إن إحنا ننمي أي موهبة نشوفها قدامنا. طبعا الأهل مسؤولين عن ده، مسؤولية كبيرة جدا، بيشوفوا الطفل وبيشوفوا هو موهوب في إيه، ومفروض ينموا هذه الموهبة. احنا نشوف دلوقتي تقرير عن كيفية تنمية مواهب الطفل ونرجع تاني نبتدي حلقتنا معاكم. زي ما قلت احنا دايما بنحب نستضيف نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري. النهاردة معانا نماذج من الشباب دول عندهم مواهب فنية، تمثيل واخراج. هنستمتع بيهم بس بعد ما نشوف هذا التقرير. ورجعنا مرة تانية، وزي ما قلت احنا دايما بنستضيف نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري. النهاردة احنا معانا شباب موهوب في الفن، في التمثيل والإخراج. هم الحقيقة مشاركين في عروض قصور الثقافة ومهرجان المسرح التجريبي، وعندهم عدة أعمال مسرحية. هنتكلم معاهم وهنستمتع بأعمالهم وهنتعرف عليهم أكتر. أنا النهاردة معايا شعراوي محمد، هو مؤلف مسرحي، ومعايا محمد هاني السادات، ممثل ومخرج مسرحي. أنا برحب بكم معانا. يعني شعراوي، عرفني بنفسك أكتر. حاضر. أنا اسمي شعراوي محمد، أنا مؤلف، بكتب شعر أصلا فسحة، لكن العروض المسرحيه ابتديت اكتب فيها من فتره قريبه. يعني انا طالب في كليه التربيه جامعه الازهر قسم تاريخ. تمام، عرفني بيك. انا محمد هاني، عندي 21 سنه، في كليه التربيه الفرنساوي في جامعه الازهر، ممثل قبل ما اكون مخرج مسرح. بس يعني الحمد لله تمام. تمام، انت قلت انك مؤلف يا شعراوي، لكن بتكتب شعري كمان؟ انا بكتب شعري فصحى اصلا. يعني انا بدايتي اصلا كانت في الشعر الفصحى. بتكتبه من قد ايه يعني؟ يعني مثلا من قبل الاعدادي بشويه. تمام. وبعدين اتجهت للتاليف، تاليف روايات يعني؟ اتجهت الاول في تاليف المسرحيات، كان منها مثلا الديو الدراما اللي انا كتبته لمحمد، ده كان يعني البدايه اللي سمعت شويه. تمام. قبل كده مثلا كانت حاجات بنعملها في مراكز الشباب، في الندوات، الكلام اللي زي ده. بس بعد كده الموضوع مشي معانا شويه لما نزلنا القاهره، مثلا لما جينا المسارح هنا الدنيا هنا احسن شويه. ايه انواع الروايات اللي بتكتبها؟ والله هي مش روايات اللي يعني انا هنقولها عليها دلوقتي، حاجات بسيطه صغيره كده بتبتدي واحده واحده، وان شاء الله ربنا يكرم. قصص صغيره يعني؟ حاجات بسيطه كده، لكن الاكثر هو الشعر. يعني انا بكتب شعر فصحى اكتر. اما بالنسبه للروايات فانا يعني لسه في بدايتي شويه في الروايات. تمام. بالنسبه لك يا محمد، انت ممثل ومخرج مسرحي. بالظبط. انت صغير لسه، طالب. الحمد لله. طالب. انا طالب في كليه التربيه الفرنسيه. صح كده. طيب اتجهت بقى يعني حبيت التمثيل امتى واتجهت ليه امتى؟ مع ان انت دراستك مختلفه شويه عن التمثيل والاخراج. بالظبط. انا كنت بدات موضوع التمثيل كنت انا صغير. كان في فريق عندنا اسمه بتاع الاستاذ عمار الفار، هو مؤلف مسرحي برضو، فكلمني ان هو بيعمل عروض مسرح وكده، فدخلت انا مع المجال المسرح. كنت وقتها عندي 9 سنين، فالحمد لله ان ربنا كرمني في الموضوع دوت، فحبيت الموضوع شويه. بعدين سبت المسرح وكده، فبعديها بشويه ان شاء الله يعني بعدها كام سنه فدخلت تاني في 2015. فرجعت تاني مثلت مسرحيه احلامك اوامر مع الاستاذ عمار الفار، كانت من اخراج الاستاذ ياسر عبد القادر، والحمد لله ربنا كرمنا فيها. وكنت واخد دور صغير كده اللي هو بتاع بياع مناديل وورد، فكنت باجي، كنت انا اصلا من القليوبيه من شبين القناطر، فكنت باجي من القليوبيه هنا على كورنيش النيل عشان خاطر اشوف الناس اللي بتبيع ورد والمناديل كده بيعملوا ازاي عشان اعمل زيهم في العرض كده. فالحمد لله يعني علمت شويه مع الناس، كنت بخرج الاقي الناس بتتصور معايا فبتحبك، وبعد الموضوع ده بسنتين كان الناس بتقف معايا بتيجي تنادي عليا باسمي اصلا وانا في الشارع، فحبيت الموضوع اكتر. دخلت بقى فبدات ادرس وبدات امثل لحد ما اشتغلت مع حد اسمه مستر جون ميلاد في قصه الجامعه عندنا. كنا دخلنا مهرجان ابداع 8 كان مع مستر جون ميلاد، فتعلمت مسرحيه، اشتركت بمسرحيه كانت ايا ليلي قمر كنت بتمثل فيها. بالظبط. فدرست كتير مع مخرج جون ميلاد،
وبعدين قررنا ان انا اعمل فريق مسرح اسمه بلاك ستيج المسرحي. انت عملت فريق اسمه بلاك ستيج المسرحي بالظبط. ايه الفكره؟ الفكره ان احنا عملنا حاجه جديده مختلفه جدا في موضوع الاخراج. عملنا حاجه اسمها اخراج مشترك، يعني مش واحد بس اللي بيخرج، يعني انا وحد تاني معايا اسمه برامج جميل. بس هو للاسف ما قدرش يجي النهارده عشان حصل معاه عذر للاسف. ايه البلاك ستيج؟ اشمعنى الاسم ده بلاك ستيج؟ اللي هو احنا المسرح الاسود، عشان خاطر ان احنا يعني طلعنا لقينا في فرق كتير قوي ملهاش اي معنى او اي حاجه. في اي حد بيطلع يعمل فريق، انا مخرج فبطلع من غير ما يدرس من غير اي حاجه، فبوظوا اسم المسرح يعني في وسط البلد في العموم، يعني في فرق مسرح كتير قوي ما للاسف مش كويسه. فكان مسرح حاجه يعني سميناها حاجه سودا بالنسبه لنا. فالحمد لله يعني قدرنا نعلم شويه مع الناس وعملنا عروض كتير. احلامك اوامر انا عملتها كممثل، خدتها وعملتها برده، كان اول عرض من اخراجي عملت احلامك اوامر والمصطفى والوعي كوفيد 58 والسراب. كان السراب في جزء احنا عارضينه دلوقتي. بالظبط، ده جزء من السراب. ايوه كنت بمثله برده انا وابراهيم الجميل. والسراب، وكان في مسرحيه اسمها رجعنا مره ثانيه. وطيب شعراوي، انت بتكتب شعر، عايزين نسمع حاجه بقى؟ عينيا حاضر، طب سمعنا. بص بقى للكاميرا وسمع. خلاص ماشي تمام. قول جزء كده من قصيده فصحى. قول. خلاص ماشي. ضجيج الحفل اكثر من المعتاد، تعالت صيحات الحاضرين حول سؤال سرمدي مبهم الجواب، زنة تعقد ضفائر السماء، والهلال قوس، والهلال قوس يفتقر الى النشاب، مشهد ينعكس في عين شاب باعلى بنايته، وسراب دائري يزيل الرمال عن عمامة العربي، أغوال بل رياح تزأر في كل مرفأ وعند كل ناصية تهرول تركض، من ثم تستكن إلى جدار الليل، وتحت مظلة الراعي سيدة تعبر بين ازدحام الأصوات إلى منحدرات الصدى وتقول، رسولنا قد يصبح نسبي إن لم يكن لتبليغ الدعوة من جدوى، ما الرسول إلا جندي يسخر من لكنة أمازيغي ويقسم غير حانس على ألف إنجيل وميثاقين. قال عنترة العبسي، اللعنة عليك أيتها العنصرية، لقد كنت الأصل في اندثار السود، بلها كبير هو الواقع، حانة تفوح منها رائحة الانهزام تنعت نفسها بالحياة، 11 ضربا من أدرب الاسبونديا تعوي بداخلي، رفعت صوتي كفي إلى الأعلى، حبست أنفاسي نظرت بداخلي لأرى جوهري، هل ما زلت أنا ذلك الريفي بملامحي العربية؟ ينجرف ذهني أذكرها، أرسم صورتها في وجوه العذارة، ضحكتها خجلها زرقة عينها واضطراءاتي الدائمة، حزني غيرتي لوعتي وتقاليد لا متناهية تقترب من جديد، تعتصر روحي، تهبني شيئا من الوحدة والسكينة والغضب والازدحام، لأن أخلاء بداخلي ويرحلون يعيرون الانتباه لبرهة، ذلك الغائب والمفقود بداخلي يلامس روحي ويهمس، ليس بإخوة لنا، وأنت لطالما كنت شطر من روحي تعويذتي وربيبتي ومعدني. الله، ده أنت بتجيلك الأفكار إزاي؟ والله الأفكار مش يعني الموضوع بيجي زي اللي بيمشي زي اللي بيقعد، يعني مثلا لو بقيتش حاجه اكتبها اكتب ان انا مش لاقي حاجه اكتبها مثلا. يعني زي حضرتك مثلا، محمد هيقعد قدامك شعراوي نفس نمط الاسئله الكلام دوت، هي افكار مش اكتر. تمام. وبتكتب بقى او بكتب بقى وبسترسل بقى في الكتابه وكده، يعني الموضوع كله بيبقى بادئ بفكره صغيره وبعد كده بتقعد بقى تكتب وتسترسل. أي. في الكتابه استرسال بقى كده. طيب محمد، تقدر تمثل لنا كده حاجة؟ طبعا. أنا طب اشرح هتمثل ايه الأول؟ طب أعمل ايه؟ أعمل حاجة لغة عربية فصحى برضه، بما إن الموضوع كله لغة عربية فصحى. تمام. هعمل مثلا مشهد الوحشي اللي قتل سيدنا حمزة. تمام. عايز تقف، عايز تقعد، اللي أنت عايزه. أي حاجة اللي شايفينه. طب خليك قاعد. وقتلت حمزة في أحد، وظللت أنبش بطنه حتى عثرت على الكبد فنزعتها
وعصرتها لتلوكها أسنان هند. قد كنت عبدا حين ذاك، وكان لي أمال عبد، حتى إذا ما جاء يوم الفتح جئت إلى الرسول ووقفت أبكي لا أقول ولا يقول، ودخلت الإسلام لكن لم يصافحني الرسول، لم يعطني يده الكريمة، بل نهى عني بجانبي، ركعت في عاري على قدمي فلم يجبني، ازور عنه. حملت عاري وانطلقت وشربت خمر الأرض، لكن ما انتفعت. أيام مضيت فما يفارقني الشبح وذاك حمزة يسرع الأبطال كإعصار مخيف، وذا يصول كما يشاء وقد تحامته السيوف، والمسلمون يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن أنا لم يصافحني الرسول. وحديث هند ما زال يسيل في أذني، ستصير حرا إن قتلته، ستنال مني ما اشتهيته، سأصير حرا إن قتلته، سأنال منك ما اشتهيته، سأصير حرا إن قتلته، سأنال منها ما اشتهيت. نعم، أنا من قتلت حمزة، أنا لم يصافحني الرسول. برافو 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 برافو. يعني انتوا انت واضح انكم دخلتوا مهرجانات، دخلت مهرجان قبل كده؟ كنا مداخلين مهرجان تقريبا افاق. مهرجان افاق كان مهرجان خاص يعني. مهرجان خاص ومهرجان ابداع. مهرجان ابداع ده فيه تنافس كبير جدا، وكل واحد بيحب يطلع احسن ما عنده طبعا، لان في شباب كتير قوي بيشتركوا في المهرجان، مواهب مختلفه كتير جدا. احكي لي عن تجربتك في المهرجان. هو كنت قدمت في شفت اعلان عندنا في الجامعه يعني بيعملوا اعلان لمسرح، فانا طبيعي انا مدمن مسرح يعني بحب المسرح جدا، فدخلت عايز اقدم وكده. فكان مستر جون اللي كان احنا اتزنقنا في وقت كان تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد 5 ايام بالظبط او 7 ايام، المفروض مطلوب مننا ان احنا نطلع عرض ديكوره بملابسه بكل حاجه ونقدمه حتى نصوره ونودي الفيديو لوزاره الشباب والرياضه. فكلموا مستر جون فعمل اختبارات يومين. اول اختبار كان مقدم ناس كتير قوي يعني جامعه الازهر في الشرقيه وفي في الزقازيق يعني في تفاهنا الاشراف، ده اسم جامعه برضه عندنا. فكان جاي مجموعه اختبارات ناس كتير قوي، فالحمد لله يعني كان بياخدوا منها 23 واحد باثنين الاداره اللي هو مستر جون والمساعد بتاعه، فيبقى 25 فرد بالظبط. فدخلنا الحمد لله بالاختبارات وقبلت الحمد لله في 25. اشتغلنا في المهرجان، كنا هنعمل حاجه اسمها مأساة الحلاق بتاعت تقريبا صلاح عبد الصبور، مش متاكد بالظبط عشان مأساة الحلاق بالظبط. ف الجامعه طبعا ما وافقتش، قالت لحد حاجه صوفي مش هينفع. وبعدين اشتغلنا قيل لي امر، فاشتغلنا قعدنا الخمس ايام قرينا النص وحفظنا واشتغلنا. مستر جون عمل حاجه حلوه جدا وخلق ما بيننا الروح اللي هي اهم حاجه في اي فريق مسرح، ان انا اكون بحب زميلي او الناس اول مره نشوفها ما نعرفهاش لسه اول مره نشوفها، وقعدنا مع بعض 5 ايام لحد دلوقتي. الموضوع ده بقاله تقريبا 2 سنين. وفي شباب كمان من بلاد مختلفه بيبقى بالظبط، في من الشرقيه وفي في اماكن كتير قوي. لا مهرجان ابداع كمان من بره يعني من الدول العربيه. مهرجان ابداع ده تبع الجامعات تبع الجامعات مش مهرجان ابداع. ف
عمل الروح. كنا دايما مثلا بنبدا بروفتنا الساعه 9 الصبح ولا حاجه، فيكون جبنا من الساعه 8 الصبح او 7 7 ونص الصبح، نفضل قاعدين مع بعض الساعه ونص دول، ناكل ونشرب ونقعد مع بعض نهزر وناخد الكلام وكده. خلقنا روح حلو قوي يعني، لحد دلوقتي الكاست ده كله موجود لحد دلوقتي معانا. انا لسه مكلم حد قبل ما اجي في الكاست، انا بنحب بعض جدا في الخمس ايام دول. فالحمد لله عملنا روح كويسه واشتغلنا، عرضنا العرض بتاعنا كان في اعلام على مسرح اعلام، وصورنا وبعتنا الفيديو لوزاره الشباب والرياضه، والحمد لله اتعملت على خير يعني. برافو. بالنسبه لك تجربتك في المهرجان؟ والله تجربتي في المهرجان كانت بسبب موضوع السراب السكتش الديو محمد كلمنا عليه، عايزين نعمل مثلا حاجه مختلفه، عايزين نعمل مسرحيه مختلفه شويه من حيث الشكل من حيث الكلام من حيث كل حاجه. فلما عرض قال لي طب نعمل حاجه عاميه، قلت له خلينا حاجه فسحه مثلا شويه، هو يعني انا عايز اجيبه في مجالي اكتر يعني، يكون شكل مختلف شويه الكلام ده. بدانا في السراب، وكانوا اصلا بين اتنين بس زي ما حضرتك شفتي، والحمد لله الموضوع مشي كويس، دخل بيه المهرجان، عرضه على ناس برضو تانية زي الاستاذ جون ميلاد. الموضوع لقيته كويس قوي يعني، اصلا اتفاجئت ان السراب وصل للدرجه دي. يعني المسرح التجريبي وشويه المهرجان دوت وكذا حاجه تمام. فبصراحه دي حاجه فرحتنا قوي. في مسرحيه صح النوم دلوقتي، احكي لنا عنها يا محمد. مسرحيه صح النوم دي كانت تاليف الاستاذ عمار الفارق، اخراج مشترك ما بين ابراهيم الجميل اللي خرج معايا وانا محمد عين السادات. دي بتتكلم عن بلد فلاحي كفر غلابه، فيها حد واحد متعلم بس اللي هو ابراهيم افندي، والباقي كل الناس للاسف مش متعلمين. ففي شخصيه تانية بتظهر اسمها بهائنا، لا بتحارب التعليم، قامت بدورها حد اسمه اماني ناصر، بتحارب ابراهيم افندي اللي هو المتعلم، مش عايزه حد متعلم، لا اصلا هي من بلد تاني من كفر تاني اسمه كفر داوود. فبتبدا تلعب على الناس اللي هي اصلا ما مش بتحب العمده، او العمده نفسه مش بيحبها، اللي هو كان طلبه كنت انا قايم بدوره، وكان شمروخ كان قايم بدوره عادل محمد، وحسان كان اسمه نور احمد. لعبت على الثلاثه دول، فخلت نور اللي هو كان المفروض ان هو كان شغال عنده خص او قهوه يعني بالعموم، خليته يحط في الشيشه والحاجات الناس بتشربها زي مخدرات فنشرت المخدرات في البلد. شمروخ كلمته وقالت له يقتل ابراهيم افندي اللي هو الراس الوحيده المتعلمه في البلد، فقتلته، خليت شمروخ يقتله. كلمتنا اللي هو طلبه اللي هو قمت انا بدوره، خلتني احرق المشغل اللي هو المصنع اللي كان بيشغل يعتبر نص البلد كلها. فشاء القدر ان انا بعد ما حرقت المشغل هكون بنتي اول يوم راحت في المشغل تشتغل فيه، فبنتي هتولع في المشغل، بنتي هتموت مع الناس اللي ماتت. فنتكلم في سياق ان الناس اللي بتحارب التعليم، وفي ناس كتير بتقف قصادنا، وفي ناس لا بتبقى كويسه ومتعلمه بتبقى عايزه تكمل في تعليمها. فبس يعني طب عايزين نشوف جزء منها صوت وصوره، يا ريت نشوف مع بعض جزء منها. تمام اتفضل. احنا مره ثانيه، ويعني زي ما قلت دايما احنا بنحب نستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري. النهارده كان معايا اثنين من الشباب نماذج مشرقه ومشرفه، عندهم مواهب مختلفه، تمثيل واخراج وكتابه. انا بشكركم، والى اللقاء غدا ان شاء الله حلقه جديده وبرنامج شباب على الهواء.